عقل الوسخة. طلعت حرب راجع. راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة بقى يا عزيزي جايب لك حلقة ها ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة يا عزيزي اسمها المخرقة. بس قبل ما نبدأ الحلقة على خيرة الله يا عزيز، عايزك لا تنسى ام اللايك الشرخ الفاح الساح النايح، وانك تنزل تشترك في القناة وتعمل ام الجرس على الكل. يلا نبدأ الفيديو على خيرة الله. يا يلا اقزي يا ابن خالتي. ده البت واكلاك واكلالك رقبتك هذه اللبوة يعني. فطبعا المنشي المحتوى الشقي ايه رزق، يعني حلاوة ايه الجمال ده، يعني شايف في ألفة ما بين الاتنين. انا بحور يا عزيز عشان امشي حالي، طيب اعمل ايه مع ام اليوتيوب يعني. في حلويات كده وحاجات تحفة نديها ريسبكت، واحلى منشئة محتوى في الدنيا. الناس دي قد الدنيا، ايه الجمال ده، يا لهو عن النفاق اللي انا فيه زيع. قد كده عايز اقول له اني عمال اسمع المانجا بتعمل في قلبي كمان. حرمة حرمة عزيز صراحة، يعني سيبك من المانجايا، هي المانجايا الحوار، انا بعشق المانجا. سيبك من المانجا التانية، انا المانجا بحب العصير المانجا، ومنشئة محتوى مانجا يبقى نديها ايه احلى ريسبكت عليكي وعلى الفكهنية كلها يا عم الحاج. ايه العظمة اللي احنا فيها دي. حصان نكمل باقي ام الفيديو زيع. واللي ما جابتوش العشرة جابته ام 7.5. يا خرب على خير. هل نحن وصلنا الى هذا الرقم حقا؟ هل تعلم يا عزيزي ان رقم 7.5 ده خرب بيوت، خرب بيوت كتيرة وطلق ستات من رجالة، ورقم 10 برضه يعني عشان تبقى فاهم. فطبعا هذه منشئة المحتوى طبعا حاجة في منتهى الاحترافية ان هي تبرز هذه المشكلة الذي تحتوي البيوت، فاحنا نديها احلى ريسبكت ومنشئة محتوى كبيرة جدا يعني، وربنا يديك الصحة ويخرب لك بيتك. نكمل بقى ام الفيديو زيع. خد يالا خد يالا، طب خد هدية مني دي خزوقة يطلع من عينيك. خد انت الهدية دي، انا ما بعزش اي هدايا عن اي حد، فلازم يعني ان انتوا تقفوا تدعموا مثل هؤلاء الاشكال، يعني لازم ندعمهم. ليه؟ قول لي ليه يا عزيزي، يعني انت واحدة بتقول لك خد هدية مني ليك، فانت المفروض تاخد الهدية ها وتقول لها شكرا. يا واحدة بتوزع هدايا لازم تقف وراها ونبعبعها ونديها حقها وندعمها يعني. نكمل باقي ام الفيديو زيع. الله الله عطلة الله على هيك الطلة، أبرتي أبري أبرتي قلبي. إيه الحلاوة دي، واخد بالك أنت عزيز البلالين لما تملها مية ها وتقعد تدلدلها كده، هو نفس المنظر. فإحنا نقول لها أنت ليكي طلة حلوة وتقبريني، أخدت مصاريني، أحلى ريسبكت عليك. نكمل أحلى نيلة زيع. لك والهجر لا لا والهجر كخ كخ. طبعا يا عزيز زي ما انت شايف احلى عريض ازياء، بس انا ليه ملحوظ يعني ليه المصور وهي جايه علينا مدخل في ايه في 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 كياس البلالين او كياس الميه اللي احنا بنقول عليها ها، واديتك واحده هوبا تيزه ها، واديني بقى في العبايه حكايه. وفي ايه يعني نتمنى ان احنا نشوف في الفاشونيستا والشغل الفاشوني الجميل للعبايه بطريقه اوضح وتبرز المعاني اكتر من كده يعني. نكمل زيع. بعشق الستان، انت تقول لي انا الستان تعشق ايه في حياتك، هقول لك بعشق الستان. انا راجل بحب الستان يعني عموما يعني، فلما نشوف الستان فنديها ايه واحده ريسبكت وبتاع يعني، ان الستان منها الستات يعني، ايه ستان مصر يعني، انا ممكن يسموني ستان مصر عادي يعني. نكمل زيع.
اتقت منتو اتشندر ماي هورتك اتقت منتو اتشندر اي هورتك انت شو اجري انت شو اجري. لا انت عايز اخرق واجري ما يمشيش معاك النتش عزيزتي، لان انت يعني جميله جدا وكل حاجه ليها مكانها. ممكن اخرق واجري افلق واجري اي حاجة ونجري تاني، لكن لوحدك كده مش هتعرفي تعمليها، لانك انت كده محتاجة لواحد مثل السدس يعرف في الحتة دي كويس، لان انا عامل في الخرق والجري يعني حاجة كبيرة برا في بلاد اوروبا، واخد شهادة بالحوار ده يعني. فنديكي 80% على الكذب ده، يعني انت شو اجري ده مش حلو، يعني اخرق واجري احلى، هتبقى اشيك. ومن هنا يا عزيزي نوصل لنهايه ميتين ام الحلقه. عايزك لا تنسى ام اللايك الشارخ، اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام.